سيد كاتب الدولة، شنية استعدادات وزارة الداخلية للموسم الصيفي والموسم السياحي؟ السلطات المحلية والجهوية هم يخدموا خاصة على النظافة والعناية بالمحيط. هذا قامت بها الولاية المهدية وهي العقد الاجتماعي الجهوي من شأنه باش ينشر مناخ من الثقة، مناخ من السلم الاجتماعية. مجهودات جبارة بالدولة من توفير اعتمادات، توفير آليات. نعمل جاهدين على إنجاح إن شاء الله الموسم. والوضع الأمني عموما في البلاد باتجاه الاستقرار باتجاه تحقيق نتائج ايجابيه. كما تعرف الوضع صعب، لكن قاعدين نتقدموا ان شاء الله نجنبوا الانفلاتات، نخرجوا ديما باقل الاضرار ممكن.